الكلم واللحن. احنا هنتواصل بالتأكيد في الجزئية الأخيرة وإضاءات حول الأحداث الرياضية محليا وعالميا عبر الزميل والصحفي عثمان الأصباط. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير على مشاهدي الشروق. حبابك يا عثمان. عدد من الأخبار في هذه المساحة. نبدأ بمباراة القمة، نتحدث عن إعداد الهلال لهذه المباراة وعدد من المباريات الودية يقيمها الهلال. نعم، يمكن الإعداد الفريقين مستمر في غياب اللاعبين الدوليين من ضمن المنتخب الوطني لسيادة مباراة جنوب أفريقيا. الهلال لعب مباراة ودية مع مريخ الفاشر يشرك فيها البدلاء، كانت تجربة مفيدة جدا. فاز الهلال 2-0، أشرك الجهاز الفني جميع العناصر الصف الثاني. مباراة مريخ الفاشر منحتهم يعني إعداد جيد من ناحية بدنية وفنية، ظهر أكثر من لاعب بمستوى جيد يمكن أن يستفيد منه الهلال في مجموعات الأبطال اللي حيبدأ الهلال يوم 29 الشهر الجاري. أيضا الهلال أمس دفع بخطاب لإدارة أهلي شندي لأداء مباراة ودية غدا الأحد تندرج في إطار الإعداد للقمة. انتظر الرد اليوم من الأهلي شندي بعد اعتذار الخرطوم الوطني أن مباراته اقتربت في الجولة العاشرة، اعتذر للهلال. الهلال احتاط بالاهلي الخرطوم حال انه اعتذر الخرطوم الوطني الاهلي شندي عن مباراه الغد، حيلعب مع الاهلي الخرطوم حتى يكون في كامل جاهزيته البدنيه والفنيه لمباراه القمه، وايضا الاعداد في تجهيز البدلاء للمباريات القادمه في الاستحقاقات الغاريه والمحليه. اعداد المريخ يمكن يعني بعد عودته من رحله الفاشر ومباراه الخرطوم الوطني كان في نقص في اللاعبين، انضموا 6 لاعبين للمنتخب. ايضا في اصابات سيف تيري ومنجد النيل، في كان غيابات لسمان الصاوي، يعني اكثر من 8 و9 لاعبين. جمال ابو عنجل المدير الفني استعان ببعض اللاعبين الشباب حتى انه سد النقص في التدريبات، ولكن اعداد تاخر بالمباريات الوديه. كان يمكن يعني منذ مباراه الخرطوم انه المريخ يلعب مباراه وديه لانه كان في انديه متاحه يتدرج مع انديه الدرجه الاولى حتى يعد اللاعبين لاعبي الصف الثاني والبدلاء بشكل جيد لمباراه القمه وبعض اللاعبين الدوليين. ولكن اليوم حيلعب المريخ مع الامتداد احدى انديه الدرجه الاولى مباراه وديه حتى انه يستعد جيد للقمه. وايضا هناك حديث عن مباراه مع احدى انديه الممتاز قبل مباراه القمه في 26 من الشهر الجاري. المباراتين دي يمكن يمنحوا جمال ابو عنجه فرصه جيده في تجريب اللاعبين لاعبي الصف الثاني في انتظار عوده نجوم المنتخب الوطني من جنوب افريقيا. نعم، حنسب مباشره الى المنتخب الاول صقور الجديان يؤدي ميرانا لمواجهه جنوب افريقيا. الفكره حتكون هل سيحافظ المنتخب الاول على الشباك النظيفه والاهداف النظيفه يعني مسنودا بالمباراه السالفه؟ نعم، اليوم كان التمرين الختامي للبرنامج داغت بتاع تصفيات الامم الافريقيه. المنتخب لعب مع ساو تومي وغادر فجر اليوم الثاني مباشره الى جوهانسبرغ لاستعد لمباراه جنوب افريقيا. اليوم يؤدي التمرين الختامي مباراه عصر القط، مباراه صعبه جدا خاصه انه جنوب افريقيا خسرت امام غانا في غانا بهدفين، فبالتالي المنتخب الجنوب افريقي يعني صعب جدا انه يخسر مباراتين على التوالي، خاصه انه هو يسعى للوصول للنهايات، فبالتالي المباراه حتكون صعبه جدا. مباراه في ارضه وجمهوره بين جمهوره، لازم يحقق الفوز ويستعيد وضعه، خاصه انه الصحافه الجنوب افريقيا امس تحدثت عن العوده المتوقعه امام السودان، خاصه انه هم يعني ما لديهم اي خيار سوى الفوز على السودان حتى انه يحافظوا على وضعيتهم في المجموعه، لانه المجموعه بتاهل منها فريقين منتخبين للنهائيات، وبالتالي المباراه تكون صعبه جدا. ولكن المنتخب الوطني يملك عناصر جيده السوداني، ويعرف جنوب افريقيا بحكم ان الجهاز الفني يقف على مستوى المنتخبين، تابع المباراه ويعرف كل صغيره وكبيره، رغم انه جنوب افريقيا تملك لاعبين محترفين في اوروبا. ولكن بمزيد من الدراسه الجيده للخصم ووضع التشكيله المناسبه واللعب بروح ايطاليه ممكن المنتخب يحقق نتيجه ايجابيه، حتى لو عاد بنقطه ممكن تمنح فرصه جيده لمباراه غانا في الجوله الثالثه حتى انه يمضي بنجاح في التصفيات، حتى لو تاهل عبر افضل الثواني المركز الاول او الثاني فرصه مواتيه. لو حققنا الفوز في مباراتنا الثلاثه في الخرطوم وعدنا بنقطه او نقطتين من الخارج ممكن ان تعزز من حظوظ المنتخب السوداني في التاهل. نعود مرة أخرى لمباراة القمة وتحدث عن هذه المرة عن إعداد المريخ واستعداد المريخ لهذه المباراة. نعم، المريخ يمكن إعداده أقل من الهلال، الهلال بدأ بإعداد جاد والمريخ عنده ظروف مختلفة، يمكن في 6 لاعبين ضمن المنتخب وفي لاعبين مصابين، يعني في منجد النيل، في سيف تيري، في لاعبين كان عندهم ظروف زي سمان الصاوي، اللاعب الغاني نيلسون لازجيلا كان في غانا من فترة طويلة جدا كان بعيد عن المشاركات، يمكن عاد فجر اليوم الساعة 3 لينضم للتحضيرات، فأكثر من 10 لاعبين كان بيفقدهم جمال وانجا في الفترة الماضية، ده يمكن ساهم في ربكة في الإعداد، فبالتالي الهلال كان وضعيته أفضل، يعني معظم اللاعبين موجودين الصف الثاني واللاعب الذي لم يغادر مختار في قائمة المنتخب، وزي ما ذكرت لعب مباراة قوية مع مريخ الفاشر ممتاز منحته فرصة جيدة، وهو الآن
يسعى لخوض تجربة قوية أمام أهل شندة والخرطوم الوطني قبل مباراة القمة. الأعداد كان أقوى، ظروف المريخ صحيح يعني أربكت أعداد الفريق، بدليل أنه جمال وانجا استعان ببعض اللاعبين الشباب من فريق الشباب حتى أنه يصد النقص في التدريبات. اليوم ممكن مباراة الامتداد ممكن فرصة بتاع تجريب جيد للاعبين البدلاء، ولو تمكن المريخ نجح في انه يلعب مع فريق من الاهلي الخرطوم والخرطوم الوطني واهلي شندي من الفرق المؤديه في الممتاز قبل مباراه القمه، ممكن تمنحه فوائد فنيه وبدنيه جيده قبل مباراه القمه، على اعتبار انه اصلا لاعبين المنتخب هم في اعداد متواصل، حيلعبوا مبارتين مع ساو تومو جنوب افريقيا ممكن تقدم بشكل جيد الفريقين، يمكن قبل الفرصه كافيه انه اعدادهم يكون جيد لمباراه القمه حتى انه تحقق الفائده الفنيه للفريقين، المريخ يستفيد منها في مشوار في الممتاز والهلال في مشوار في المجموعات، على اعتبار انه مباراه القمه 23 وهبدا مشوار يوم 29 امام بلاتينيو والزمبابي في بطوله ابطال افريقيا. نعم، برضه حنمشي للاعدادات والوديات، نقطه فصل عن التسجيلات لانه في النهايه الاختيار الصعب برضه يخص في الاعداد والجاهزيه لاداء المباراه. نعم، رغم ان التسجيلات هي في يناير لكن بدات الانديه من وقت مبكر اتصالاتها بعض اللاعبين المبرزين في الدوري الممتاز، وكانت التسجيلات يعني منذ وقت مبكر قبل 3 شهور او شهرين من بدايتها بكون في تنافس قوي جدا بين الهلال والمريخ على اللاعبين المبرزين داخليا وخارجيا، لكن الظروف الاقتصاديه والماليه الصعبه اللي بيعانوا منها خاصه المريخ والهلال في السنوات الاخيره يمكن في فتور، والتنافس كان على اللاعبين بتدفع القيمه الماليه بشكل كبير جدا وصلت المليارات، ولكن في السنوات الاخيره السنه الماضيه في هذا العام يعني ما في تنافس حتى الهلال والمريخ على الانديه، حتى الان المريخ لم يفاوض اي لاعب من الدوري الممتاز واكتفى بتوقيع قرارات مع 3 لاعبين هم عمر كمال وتاج ابراهيم في لعبته واتكت منتهي عقدهم لشهرين حتى انه يكملوا الموسم لنهايه ديسمبر، ومن ثم الجلوس معهم لتجديد عقوداتهم لفتره قادمه بدايه يناير، ولكن لم يفاوض المريخ اي لاعب على مستوى الدوري الممتاز او لاعب محترف على اعتبار انه ظروف المجلس الحاليه معلومه لدى الجميع. الهلال ايضا بدأ مفاوضات فيه اكثر من 3 4 لاعبين في الدوري الممتاز هم مستواهم جيد، وكل الفنيين رشحوهم، يمكن من بينهم احمد موسى تنبش لاعب الامل عبره هو القريب من الهلال، رغم انه الامل طالب بمبلغ مليار، طالب ب 4 مليار لاطلاق سراح اللاعب لانه افضل اللاعبين في الدوري الممتاز من المدافعين المميزين جدا، ايضا مصطفى قرشون من الخرطوم الوطني لدار الهلال والمريخ، ايضا لاعب محمد مصطفى اكد امس في حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه هو باغي في الخرطوم الوطني لا ينتقل للهلال والمريخ، رغم انه في حديث عن مفاوضات من قبل لما تم بامبي الكنغولي بعد خطاب للخرطوم الوطني طلب خدماته بعد ان وقف على مستوى مسؤولين النادي في المباراتين اللي لعبهم الاهلي مع الفريق الكنغولي في الكونفدراليه، والهلال ايضا دخل طرف في الصفقه وفاوض الخرطوم، ولكن حتى الان ليس هناك يعني رسمي خطاب رسمي من الهلال. اللاعب يمكن بحديثه ده يعني يمكن هو ما داير يحدد وجهته في الوقت الراهن لانه التسجيلات لا زال فيها وقت، يعني من الصعب جدا انه اللاعب يلقى عرض من الهلال او فريق كونغولي يرفض ويأكد انه بغاء في الخرطوم الوطني، فبالتالي اللاعب يمكن داير يبعد الاضواء قليلا عنه ويركز مع فريقه في المباريات القادمه، خاصه انه هو مدد عقده لشهرين مع نادي، من ثم تبدا التسجيلات غالبا هو ينتقل للفريق الكونغولي اذا كان العرض جات على اعتبار انه عرض دولاري يمكن اكثر من الهلال. ده كله ما يخص التسجيلات حتى الان. المريخ ايضا في ضبابيه في توقيع عقد محمد برحان رغم تاكيدات المجلس على انه هم حيجددوا عقده خلال الفتره القادمه بعد ان تعافى من الاصابه. نعم. ننتقل ايضا نوقف المنتخبات الى المنتخب الاولمبي واستعداداته لبطوله سيكافا. المنتخب الاولمبي يبدا اليوم اعداده بالفرع الرياضي العسكري بعد شارك في سيكافا منتخب الشباب في تدعيم بين الاولمبي والشباب، منتخب الشباب اللي احرز المركز الرابع في بطوله سيكافا الاخيره، وتم تطعيم بعض لاعبين المنتخب الاولمبي حتى انه يكون في قائمه مميزه يعني ينافس بها السودان في بطوله سيكافا. نفس الجهاز الفني حيشرف على المنتخب الشاب غير محمد موسى حيشرف على المنتخب خلال الفتره القادمه، اما اختيار توليفه جيده يعني ضمت لاعبين من الاولمبي والشباب افضل اللاعبين المحليين وتم اختيارهم للقائمه، هم لاعبين مميزين جدا ومسجمين لهم مع بعض، فتره الاعداد جيده على اعتبار انه البطوله حتنطلق في ديسمبر، يمكن في فتره كافيه هي مطلع الوقت مريح يعني بالنسبه، ممكن يكون في اعداد جيد خلال الفتره دي حتى انه المنتخب يستطيع يحقق نتائج جيده يتوج باللقب وينافس على المراكز المتقدمه في البطوله. نذهب للعام 2021 وتصفيه تصفيات افريقيا، ماذا عن هذه التصفيات؟
يعني التصفيات ممكن منافسة قوية بدت، رغم أن البطولة نسختها كانت في مصر قريبا انتهت، ولكن أمس المنتخب التونسي حقق فوز كبير جدا في المواجهة العربية الخالصة على نظيره الليبي ب4 أهداف مقابل هدف، بداية قوية جدا. المنتخب التونسي اللي قدم مستوى غير جيد في نهاية الكان الأخيرة، وهو بدأ بداية جيدة بتحقيق الفوز برباعية يعكس رغبته في صدر المجموعة التأهل المبكر. أيضا المنتخب المغربي بدأ بداية أيضا غير مبشرة، تعادل مع موريتانيا في أولى مبارياته، على اعتبار المنتخب المغربي حتى في النهايات الأخيرة بدأ بداية جيدة صدر مجموعته، ولكن ودع البطولة مبكرا. أيضا برغم أنه تغيير الجهاز الفني واستعان بخليلوفيتش، ولكن المنتخب لم يتمكن من تحقيق الفوز على موريتانيا. في المجموعة الخامسة صدر المنتخب أفريقيا الوسطى، حقق الفوز على بوروندي، هو متصدر الآن ب3 نقاط. دي المنتخبات العربية. أيضا المنتخب المصري فشل في الفوز على كينيا، ويمكن تعادل في أولى مبارياته. المنتخب الجزائري بدأ بداية قوية جدا، حان الغاب فاز على زامبيا ب5 أهداف، وقدم عرض جيد، عرض هجومي مميز. المنتخبات الأفريقية العربية عموما في تباين، يعني إذا استثنينا تونس والمنتخب الجزائري، بقية المنتخبات لم تحقق نتائج جيدة. تعادلت مصر وتعادل وخسرت ليبيا، وتعادل المنتخب المغربي في التصفيات. مباشرة التصفيات اليورو التي تجري أيضا هذه الأيام، عدد من المباريات الممتعة أعتقد للمنتخبات. نعم، اليوم ممكن مباراتين، منتخب روسيا يواجه بلجيكا، هم المنتخبين ضمن التأهل المبكر للنهائيات. أيضا المنتخب الألماني حيواجه بيلاروسيا، المنتخب لم يضمن تأهله الماكينات الألمانية حتى الآن، يحتاج 4 نقاط من مباراتين هم بيلاروسيا اليوم والأربعاء أمام منتخب إيرلندا الشمالية. 4 نقاط فقط تكفي، إذا حقق الفوز اليوم هيحتاج لنقطة في مباراة إيرلندا الأخيرة للتأهل، هو تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بالتساوي مع هولندا اللي هتلعب اليوم أيضا المنتخب الهولندي. أيضا يحتاج للفوز في مباراة اليوم حتى إنه يتأهل مباشرة للنهائيات، اللي يعني أول مرة النسخة دي شاركوا فيها 24 منتخب، وحتكون في 12 مدينة أوروبية و12 دولة أوروبية لأول مرة، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يحتفل بالعام 60 لتأسيس اليورو، وبالتالي قرر انه اقامته في 12 مدينه اوروبيه بمشاركه 24 منتخب. تاهلت حتى الان 10 منتخبات للنهائيات مباشره في انتظار المنتخبات المتاهله. امس ايضا حققت اسبانيا فوز كبير على مالطا ب7 اهداف، وهي اصلا اسبانيا ضمنت التاهل. ايضا ايطاليا فازت على البوسنه ب3 اهداف ضمنت التاهل. امس المنتخب الفنلندي يمكن حقق مفاجاه، تاهل لاول مره للنهائيات اليورو في تاريخه، فاز على اشتانين ب3 اهداف لتاهل لاول مره في تاريخه للنهائيات. حتى الآن تأهلت 10 منتخبات اللي هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمنتخب الروسي والمنتخب الكرو البلجيكي، وأيضا تأهل منتخب إيرلندا الشمالية، وتأهل المنتخب الروسي اللي حيلعب اليوم مع بلجيكا تأهل مباشرة للنهائيات، اللي هي 10 منتخبات حتى الآن وصلت وضمنت مقاعدها في النهائيات في انتظار مباريات المجموعات المتبقية حتى يكتمل العدد ل 24 منتخب. نعم، اخيرا واخيرا المباريات الوديه والنديه بين الارجنتين والبرازيل. نعم، كل مباراه متابعه كل المتابعين، لان مباراه السوبر كلاسيكو دائما تحظى بمتابعات كبيره، والحدث الابرز كانت مقامه في المملكه العربيه السعوديه. المباراه يمكن شهد الجمهور عربي كبير، وانها كانت في السعوديه، وكان معروف انه مباريات قمه، اقوى مباريات القمه في العالم بين الارجنتين والبرازيل، والنديه الكبيره بين المنتخبات المنتخبين بين السيليساو والتانجو الارجنتيني. فكان كل الاضواء مركزه على النجوم الكبار، خاصه ميسي بعد الاخفاق الاخير في الكوبا امريكا، ولكن قدم المنتخب الارجنتيني مستوى مميز بعد فتره العقوبه الطويله 3 شهور. نعم، كان بعد الايقاف. ميسي امس يعني دائما ميسي يتالق مع برشلونه ويحقق الالقاب، ولكن مع المنتخب الارجنتيني حقق فشل ذريع، كانت اضواء مسلطه عليه، ولكن امبارح بيض وشه. نعم، نجح في تسجيل هدف الفوز الوحيد واسعد الجمهور الارجنتيني، وده بر من ناحيه معنويه حتى انه يحقق انجازات مع المنتخب في السنوات القادمه. هو لسه لازال قادر على العطاء، ولا زالت المنافسات في انتظاره، فيمكن ان تساهم الفوز على الارجنتين في تحسين وضعيه المنتخب في التصنيف، ويمكن ان ترفع من الروح المعنويه لميسي ووقفه الجمهور الارجنتيني معه في تجاوز الاحباط الحادثه. المباراه ايضا شهدت غياب نيمار. نعم، ده كان واحد من اكثر الاشياء الملاحظه. نيمار عموما هذه الايام مختفي عن الاخبار بشكل كبير. يعني نيمار يمكن الحديث عن انتقاله عن برشلونه وريال مدريد، المنافسه قويه، هو كان يعني يتوقع انتقاله لباريس سان جيرمان ممكن يحقق انجاز براه،
يعني لوحده، وجوده في برشلونة، كل الانجازات التي تحققت عن صدر الابطال والدوري الاسباني، الليغا وكاس الملك، الكل كان يسلط الضوء على ميسي. فبالتالي هو انتقاله لباريس سان جيرمان يعني الامكانيات الماليه الكبيره كانت متع بها البي اس جي في فتره، والصفقات التي كان تحدث عن رئيس النادي عن انه يبرم صفقات كبيره، وجلوسه مع رئيس النادي اغرته في انه ممكن يعني انتقال افضل لاعبين لباريس سان جيرمان ممكن يحقق انجازات كبيره على المستوى الاوروبي، فبالتالي يكون انجاز محسوب له شخصيا، ولكن يعني امنياته لم تتحقق اعتبار انه باريس سان جيرمان رغم اداؤه الجيد على المستوى المحلي تحقق كل البطولات الفرنسيه المطروحه ووصل لادوار متقدمه في ابطال اوروبا، ولكن لم يستطيع تحقيق اللقب. فبالتالي وحتى الان عامين فشل وتعرض لاصابات عديده، ده دفعه انه يتراجع عن الفكره ويعني يقبل عرض انه يعود لبرشلونه او ريال مدريد خلال الفتره القادمه. فبالتالي حتى الان تركيزه على الانتقال اكثر من تركيزه على اللعب، باعتبار انه حتى في مباراه باريس سان جيرمان الاخيره لم يسجل اهداف ولم يكن مؤثرا بالشكل المطلوب. هو يرغب في الانتقال في الميركاتو الشتوي القادم لاحدى الانديه الكبيره حتى انه يستطيع تحقيق الانجازات اللافته على المستوى الاوروبي، اعتبار انه هو مع المنتخب غاد المنتخب البرازيلي لتحقيق عدد من الانجازات ولا زال امام المنافسه، ولكن يرغب في تحقيق مجد شخصي على مستوى البطولات الاوروبيه حتى انه يخلد في مسيرته الكرويه خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا عثمان الأزباط على هذا التحليل. شكرا. شكرا لكم وشكرا مشاهدي الشروق. كل مشاهدينا انتهت حلقه اليوم من صباح الشروق، وتحياتي وفريق العامل وزميل احمد نايف. شكرا جزيلا يا منى، تقبلوا تحايا فريق العمل الذي ساعدنا ونحن ننقل جهدهم الى اللقاء.